بمراكزه الحضارية السبعة وجماعاته القروية الاثنتين والعشرين، عاش إقليم الراشدية هذه الأيام على إيقاع حركية تنموية شاملة تقودها إرادة ملكية سامية تعبئ الطاقات وتجمع جهود مختلف الفعاليات، أكانت محلية أو جهوية أو وطنية، والهدف المنشود تحسين ظروف عيش الساكنة ومدها بكافة احتياجاتها الأساسية من بنيات تحتية وتسهيل ولوجها للخدمات الاجتماعية والمرافق الضرورية. بإقليم الراشدية تتجلى العناية المولوية السامية بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لكل عملية إنمائية، وتعكس المبادرات والمنجزات الوتيرة المتسارعة التي يشهدها تفعيل كل المخططات التنموية بفضل الإرادة الراسخة لجلالة الملك وحرصه الدائم المستمر على التتبع الميداني لمختلف المشاريع، عناية متواصلة من جلالة الملك لمواكبة الجهود المبذولة في قطاع حيوي يساهم في نمو الاقتصاد الوطني عبر الرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر ودعم القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وكذا ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل. مخطط المغرب الأخضر استراتيجية متكاملة ومندمجة تهدف إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة عبر تثمين الإمكانيات واستثمار هوامش التطور ومواجهة الرهانات المعاصرة مع الحفاظ على التوازنات السوسيو-اقتصادية. ومن ضمن مرتكزات هذه الاستراتيجية مراعاة خصوصية مختلف مناطق المملكة، سواء من حيث عوامل الإنتاج أو طبيعة المناخ أو مستوى تأهيل العاملين في القطاع، والغاية الأساسية تحسين الإنتاجية والمردودية والرفع من مداخيل الفلاحين. ولتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع النخيل أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من جماعة القروية بن محمد سجل ماسة على إعطاء انطلاقة بناء وحدة لتثمين وتخزين التمور بكلفة 15 مليون درهم، وإنجاز مشروع مندمج لتنمية سلسلة النخيل على مستوى واحة الخربات بالجماعة القروية كرفلة العليا بمبلغ 75 مليون درهم. وسيستفيد من وحدة تثمين وتخزين التمور حوالي 252 فلاحا، حيث ستمكن عند الانتهاء من أشغال الإنجاز تلفيف نحو 1250 طنا من التمور سنويا وتخزين نحو 400 طن في السنة، والرفع من القيمة المضافة ب 32 مليون درهم في السنة، وتحسين مداخيل الفلاحين من 15000 إلى 25000 درهم في الهكتار. وتشكل هذه الوحدة الرابعة من نوعها على صعيد الإقليم جزءا مندمجا ضمن برنامج طموح مكن من إحداث 6 تجمعات ذات النفع الاقتصادي وتنظيم 12 دورة تكوينية لفائدة فلاح المنطقة. ويتوخى هذا البرنامج الممتد على 5 سنوات 2010-2014 والذي رصد له غلاف مالي قدره 82 مليون و500 ألف درهم إحداث وحدتين إضافيتين بإقليم الراشدية. وبالمناسبة أشرف جلالة الملك على التسليم الرمزي لمعدات فلاحية عبارة عن آلات لاستخلاص حبوب التفاح ومعدات للسقي ومعدات للرش ومعدات لتلقيح أشجار النخيل وعلب لتعبئ التمور، وذلك لفائدة عدد من التعاونيات المحلية للنخيل المنظمة في 5 تجمعات ذات المنفعة الاقتصادية. مبادرة تجاه صغار الفلاحين المنضوين في إطار تعاونيات لتمكينهم من تحسين الإنتاجية ومواجهة مختلف الرهانات التنافسية. وتندرج مختلف المشاريع التي يسهر جلالة الملك على إنجازها في إطار مقاربة هدفها الاستجابة لحاجيات الساكنة المستهدفة عبر ضمان انخراط الأطراف المستفيدة والفاعلين المحليين وتعبئة الميزانيات اللازمة لاشتغال هذه المشاريع بكيفية دائمة عبر ضمان الالتقائية مع البرامج الاقتصادية انطلاقا من رؤية مندمجة ذات انعكاسات اجتماعية إيجابية. هي إذن مسيرة تنموية شاملة تطال كل المجالات وتشمل كافة الأقاليم، من شأنها تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني وتقوية حركية المجتمع نحو الحداثة، والغاية الأساسية تحقيق التنمية البشرية من خلال تعليم نافع وخلق مناصب شغل منتجة عن طريق التشجيع للاستثمار
والمبادرات المولدة للثروات وتعزيز الانسجام الاجتماعي عبر تضامن فعال. استراتيجية تنمية الواحات وشجر الأرجان تجسيد للحرص الملكي الدائم على تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة لهذه الفضاءات بالغة الهشاشة، وهي تتوخى على الخصوص تحقيق التنمية البشرية للمناطق المستهدفة وتثمين الموارد الاقتصادية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها هذه المناطق، إضافة إلى حماية المنظومة البيئية. ومن جهة ثانية، ترتبط هذه الاستراتيجية ارتباطاً وثيقاً ببرنامج التنمية المندمجة لإقليم الراشدية الذي يهم عدداً من المشاريع التنموية المتعلقة بالبنيات التحتية الأساسية وقطاع التربية والتكوين والفلاحة والسياحة والمناجم والصناعة التقليدية، وكذا إحداث 25,000 منصب شغل. مناطق الواحات وشجر الأرجان تمثل 40% من التراب الوطني، وتقطن بها 15% من ساكنة المملكة، وتعد حاجزاً حقيقياً أمام زحف التصحر ومحمية فريدة للتنوع البيولوجي، مصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. اهتمام موصول وعناية خاصة لجلالة الملك بالنهوض بمناطق الواحات التي تعتبر خزاناً منقطع النظير للتنوع البيولوجي. وإقليم الراشدية يتميز بتنوعه الطبيعي الموزع بين السهول والهضاب والجبال والواحات ممتدة على امتداد البصر، بمؤهلات تجعله قادراً على التفاعل مع أي عملية تنموية. ومن بين المشاريع المبرمجة في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، المشروع المندمج لتنمية سلسلة نخيل التمور على مستوى واحة قصر الخربات الذي أطلقه اليوم جلالة الملك بن جماعة القروية كرفلة العليا. ويهم هذا المشروع الذي سيستفيد منه أزيد من 800 فلاح، وينجز على مساحة قدرها 1200 هكتار، غرس 74,000 نخلة، وإنجاز عدد من التجهيزات الهيدروفلاحية، وإعادة عمار وهيكلة الواحات التقليدية على مساحة 500 هكتار، وتثمين المنتوجات علاوة على التأطير التقني للفلاحين. وفضلاً عن إحداث وحدات لتثمين وتخزين التمور، يروم البرنامج الوطني لتنمية سلسلة النخيل إعادة تنظيم وتكثيف استغلاليات النخيل الموجودة، وإحداث مزارع حديثة، وتثمين مجموع سلسلة النخيل، لا سيما الجانب المتعلق بالتسويق والتثمين. ولبلوغ هذه الغاية، تم إحداث المختبر الوطني لزراعة أنسجة النخيل بالراشدية الذي دشنه جلالة الملك في 10 نوفمبر 2011، وإبرام اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وثلاث مختبرات خاصة من أجل إنتاج 500,000 فسيلة أنبوبية في السنة. وفي إطار البرنامج الوطني لتنمية سلسلة النخيل، تمت غراسة حوالي 1,000,000 فسيلة نخيل، ومن المرتقب أن يصل هذا العدد إلى 1,250,000 فسيلة فيما تم السنة الجارية، أي بمعدل إنجاز قدره 109%. ويعرف إقليم الراشدية في سياق البرنامج الوطني لتنمية سلسلة النخيل إنجاز عدد من المشاريع التي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر الدعامة الأولى والثانية، والذي رصدت له استثمارات بقيمة 730 مليون درهم. وعلى بركة الله، يقوم جلالة الملك بغرس النخلة المليون ضمن البرنامج الوطني الرامي لزراعة 3 ملايين نخلة في أفق سنة 2020. ومن شأن هذا البرنامج الذي أعطى انطلاقته العاهل الكريم عام 2009 تقوية القدرات الإنتاجية بنسبة تفوق 70%، وذلك في سياق المساعي الجارية لتقوية اقتصاد الواحة في إقليم تتناثر فيه الواحات على امتداد جداول المياه، وبه أكبر واحة على الصعيد الوطني، علماً بأن المغرب يستحوذ على حصة 4.5% من حصة السوق العالمية للنخيل. استراتيجية مخطط المغرب الأخضر تهم قطاعاً يساهم ب 19% من الناتج الداخلي الخام، منها 15% في الفلاحة و 4% في الصناعة الفلاحية، يشغل 4 ملايين قروي، ويوفر حوالي 100,000 منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية.
ومن المبادئ المعتمدة لبلوغ الأهداف المنشودة اعتبار الفلاحة كأهم قاطرة للتنمية خلال 10 إلى 15 سنة القادمة، اعتماد التجميع كنموذج لتنظيم الفلاحين ضمان تنمية للفلاحة المغربية في مجموعها دون إقصاء. مشاريع ومبادرات وبرامج تدخل في خانة مواجهة رهانات قطاع يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، يشغل حوالي 50% من الساكنة النشطة في المغرب. جلالة الملك يزور السد التحويلي المنجز في إطار تجهيزات الهيدروفلاحية المبرمجة ضمن المشروع المندمج لتنمية سلسلة نخيل التمور على مستوى إقليم الراشدية. هذا السد أنجز في إطار حساب تحدي الألفية بغلاف مالي إجمالي بلغ 50 مليون درهم، وتروم هذه المنشأة المائية استغلال مياه الفيض للتساقطات المطرية بغرض السقي الموضعي وتغذية الفرشة المائية. ويبلغ طول القناة الرئيسية لإيصال المياه من السد إلى الدوائر السقوية لفركلة العليا 2.5 كيلومتر، أما القنوات الثانوية لتوزيع المياه داخل الدوائر السقوية فيبلغ طولها 14 كيلومتر. وقد أنشئ السد على وادي سات أحد روافد واد غريس الذي ينبع من جبال الأطلس المتوسط. تجهيزات هيدروفلاحية أملتها رؤية شمولية للتعاطي مع مختلف الجوانب المتصلة بقطاع حيوي يعد دعامة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني. ومن منطلق العناية الخاصة التي يوليها للقطاع الفلاحي حث جلالة الملك في أكثر من مناسبة على مضاعفة الاهتمام بمخطط المغرب الأخضر الذي يعد عاملا أساسيا للتنمية الفلاحية، سعيا إلى توسيع وتنويع المنتوج والرفع من المردودية وتقوية قدرات الفلاحين الصغار في إطار برامج تضامنية تساهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي. وخلال مختلف الزيارات الميدانية يحرص جلالة الملك على الوقوف شخصيا على الدينامية التنموية المحلية عبر تفقده للمشاريع والبرامج التي أعطى حفظه الله انطلاقتها، أو من خلال تدشينه لمشاريع جديدة تهم بالخصوص فك العزلة عن المناطق المهمشة والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتهيئة المجالات الحضرية والمساحات الخضراء وبناء المركبات السوسيو تربوية والثقافية والرياضية. وحقل السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالذات يشهد في عهد جلالة الملك دينامية قوية جعلت من جلالته رمزا للعناية بالفئات المعوزة بفضل حسه الاجتماعي المشبع بقيم الإنسانية والتضامن. وجلالته دائم الانشغال بقضايا شعبه متجاوبا مع تطلعاته، حريصا على إشراكه في إيجاد الحلول الناجعة لرفع التحديات بروح الالتزام والتعبئة.